بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم هندسة أمل من قناة جرافيك زينة. النهاردة إن شاء الله هشرح درس جديد من دروس الأوتوكاد، وهشرح أمر مهم في البرنامج. الأمر ده ما بيجمع ما بين أوامر التعديل في برنامج الأوتوكاد. احنا هندخل على طول على الأمر. أنا هاجي أرسم مثلا بولوجين هنا بالشكل ده كده، هقول له 6 أهو، وعايزه اعمل له موف او كوبي او روتيت او سكيل، والامر يكون شغال معايا. امر التعديل ده هيكون شغال معايا. الامر ده الاختصار بتاعه ام او سي او ار او، اللي هي ام او موف، سي او كوبي، ار او روتيت. تمام. اما بكتب الاختصار ده او ان انا بروح على اكسبريس تول من هنا من القايمة اللي فوق، واجي اختار اللي هو move copy rotate، اللي هو الاختصار بتاعه زي ما هو كاتب لي m o c o r o. تمام. طيب انا هاجي اكتب الاختصار m o c o r o، ادوس انتر واختار الريكتانجل اللي عندي ده. تمام. هنا بيقول لي ايه هو البيس بوينت، انا هختار البيس بوينت اللي في النص هنا منتصف الريكتانجل. هنا بقى ظهرت لي اوامر التعديل اللي انا ممكن اقدر اعملها. اول امر عندي اللي هو موف، بعدين كوبي، وبعدين روتيت، وبعدين سكيل، وبعدين بيس، وبعدين اندو. طيب احنا هنقول الاول موف، اهو انا عملت له موف، حركته. طيب انا عايزه اخد منه كوبي، باخد منه كوبي في اي مكان انا عايزاه، اهو بالشكل ده كده. طيب انا عايزه ارجع تاني لقائمه التعديلات، بدوس بيمين الماوس على طول بيظهر لي، هقول له روتيت، اهو شايفين اهو، ممكن ان انا الفه. طيب عندي هنا سكيل، ممكن ان انا اكبره، ماشي زي ما انا عايزه، اهو مثلا اكبره بالشكل ده كده اهو. طيب انا كبرته بالشكل ده وعايزه ارجع عن الامر ده، بقول له اندو فبيرجع لي عن الامر. عندي هنا البيس، بختار اي بيس بوينت اهي، مثلا بيس بوينت دي، واجي مثلا اعمل موف، هيعمل لي موف لاول واحد عندي هنا. لو انا دوست على بيس بوينت اهي من هنا، بس انا هعمل موف لده. تمام اهو شايفين عمل لي موف لده. طب لو قلت له كوبي، هيعمل لي كوبي لاخر واحد زي ما احنا شايفين كده. خلاص انا عايزه اقفل الامر، باجي اقول له اكزيت. يبقى الامر ده مهم جدا عندنا عشان نعمل عن طريقه موف، سكيل، كوبي، روتيت في برنامج الاوتوكاد. كده هنخلص الدرس بتاعنا النهارده، يا رب تكونوا استفدتوا منه. اذا استفدتوا منه ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب من اسفل الفيديو وتفعيل الجرس علشان يوصلك كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.